السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد، وبهذا الفيديو راح نعرف طريقة أو كيفية يعني نعرف الصورة أصلية أو معدل عليها بالفوتوشوب. طبعا إذا نريد نعرف إن الصورة أصلية أو معدل عليها بالفوتوشوب أكو طريقتين. الطريقة الأولى وهي الطريقة الأسهل، نجي على مثلا هاي الصورة، نضغط كليك يمين Properties، بعدين نروح على Details. إذا مثل ما تلاحظون يعني ماكو يعني ما نعطيك يعني ديتيلز لهذه الصورة او خصائص. فعندنا هاي الصورة الثانية نفس الحالة، نروح على بروبرتيز بعدين على ديتيلز. لا تلاحظون انه هاي الصورة راح نعطانا معلومات عنه، مثلنا اسم البرنامج، طبعا اخذته بالموبايل، هنا كاميرا ميكر سامسونج، نوع الكاميرا والفتحة العدسة والايزو، سرعتها، كلها راح يعطيك اياها. اما الطريقة الثانية هي بواسطة برنامج ادوبي بريدج. طبعا ادوبي بريدج هو برنامج يجي ويا الفوتوشوب اوريدي، او اذا ما جاء تقدر تحمله انت من برا. طبعا انا راح افتح منه، من هنا نختار مكان الصورة. مثل ما قلنا هاي الصورة مثل ما تلاحظون هنا يعني ماكو يعني معلومات عن هاي الصورة. هاي الصورة راح يطلع لك هاي المعلومات، الايزو 80، فتحة العدسة وغيرها، ونوع الكاميرا وحجم الصورة وغيرها. هذه نهاية الدرس، لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب، وشوفوا دروس السابقة.